فرضت سلطات الإسرائيلية طوقا أمنيا شاملا على الضفة الغربية، كما أغلقت المعابر الحدودية مع قطاع غزة الليلة الماضية، وذلك بمناسبة حلول يوم الغفران اليهودي. أقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفوخاي أدروعي إنه تقرر فرض إغلاق كامل على مناطق يهودا والضفة الغربية، بالإضافة إلى إغلاق المعابر أمام قطاع غزة اعتبارا من منتصف ليل الخميس وحتى منتصف ليل السبت القادم، على أن يتم السماح بعبور الحالات الإنسانية والاستثنائية.